القسنطينه من تحتها راهي غامضه بزاف، ومن صغري حاب نفهم واش كاين، باسكو قريت من قبل في كتابات بلي راهي فيها اسرار غامضه، وواحد الان واحد ما اكتشفهم، وانا من الناس اللي حاب نفهم واش كاين في القسنطينه، راهي كما نقولها ولايتي وغيضني الحال كيفاش تبقى غامضه، حاب نفهم واش كاين فيها. فيها كما نقولها غيران، فيها دهاليز، فيها تحت بيوت الناس في قسنطينه كما نقولها في القصبه، في دهاليز، كاينين حوايج بزاف، وان شاء الله نكتشفهم في اقرب وقت. الريسك لازم نريسكي، لازم نريسكي باش نعرف واش كاين تحت قسنطينه، سينو ما تقدرش تعرف واش كاين. وراني بمعدات بسيطه، راني ندير الشيء اللي نقدر عليه وندخل ونريسكي، ما عندي لا حبال ما عندي والو، عندي دو طورش وتليفون، هذا هو راس مالي، ونمشي نخش بهم، وبربي ان شاء الله مازال نزيد نكتشف اشياء اخرى في قسنطينه، راهي مازالت غامضه، وغير بتليفونيا، تليفوني وطورش، هذا واش نسعى كيما نقولوها، بكون جو عندي معدات خلافه. عربي بارك نمتعكم اكثر واكثر. هي ريسك تاع الغيران، راهي ريسك، كاين الغيران كيما نقولها مسكونين، كاينين نسمع العياط الزهيق كيما نقولها الخبيط، بصح والله قال خليها على ربي، نقلع معدتين ونصدم، والله ما ندير عليها حتى حاجه. وحوايج كيما هادو ماهيش حاجه سهله، سما با تروح تخش لازم واحد يكون كيما نقولها عنده في الدماغ، لازم عنده الكوراج، يكون شويه يقرا القران با تجي من تيراسك وتدخل، لا ما ننصح اي واحد يدخلها. لحد الان راني اكتشفت حوالي 8 مغارات تحت قسنطينه، واول غار هاد تما ديجا هذا راهو فيه كاين قداه واحد زوج ثلاثه، كاينين ثلاث بيبان مقفولين مغلوقين لحد الان ما عملناش وين يوصلوا. هاي كاينه مغارات، متاهات، كاينين دهاليز تحت الارض، تحت قصر احمد باوي، مشي في قسنطينه راهي مدينه تحت الارض، الناس يعرفوا قسنطينه من فوق بصح من تحتها ما يعرفوهاش.